عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، بجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم. وفي الفقرة الحوارية الأولى هنتكلم عن المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. الحقيقة الفترة اللي فاتت كان فيه بطولات كتير وكلها كانت مؤهلة لهذه الدورة الأولمبية، والحمد لله حصد عدد كبير من اللاعبين المصريين يعني على بطاقات التأهل. وهنا لازم نقف بقى شوية ونتأمل مين اللي يعني تأهل، وتوقعاتنا إن شاء الله للمشاركة المصرية في النسخة الجاية من الدورة الأولمبية إن شاء الله. هنتكلم عن كل هذه الملفات مع ضيفتنا اللي منورانا واللي دايما بنسعد بوجودها معانا في 10 الصبح في الأهلي، الأستاذة دينا نبيل الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا دينا. صباح الفل يا أستاذ كريم، ربنا يخليك، ميرسي جدا. صباح الفل. صباح الهنا. بصي، احنا تقريبا بنبقى معاكي كل شهر كل فترة علشان نقدر نتابع يعني الأبطال بتوعنا اللي بيتأهلوا لأولمبياد باريس. وطبعا احنا كل اسبوع عن اسبوع بيبقى فيه بطل جديد بيتاهل في رياضه مختلفه، يمكن اخرها كان هنا جوده بالامس، كان خبر اعتقد سعيد جدا. بس خلينا بقى في العموم نبدا معاكي يا زينه، وتكلمينا كده تحديدا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كم عدد ابطالنا المتاهلين لباريس 2024؟ يعني لو بنتكلم في العموم بكل المنتخبات بابطال الالعاب الفرديه، فاحنا عندنا 40 مقعد حتى الآن لمصر في أولمبياد باريس. منتخب طبعا الأولمبي لكرة القدم اللي حسم تأهله، منتخب السباحة التوقيعية السيدات اللي طبعا حقق دوت في خلال بطولة العالم للألعاب المائية عشان خاطر جاب أفضل مركز أفريقي، فبالتالي تأهل للأولمبياد. عندنا بقية المراكز ده هنتكلم عن الخماسي الحديث، عندنا ثلاث أبطال حجزوا مقاعدهم، مهند شعبان وأحمد الجندي وملك إسماعيل. يعني وأكيد هنتكلم عن الخماسي الحديث باستفاضة لأن هو من النتائج من الاتحادات العاملة نتائج قوية جدا على مستوى الشباب والناشئين والكبار في كل الفترة الأخيرة كمان. في الفترة الأخيرة يعني هو تقريبا مفيش بطولة عالم غير لما بيكون الخماسي الحديث موجود على منصة التتويج. الملاكمة كمان مش عاوزين ننسى، احنا حجزنا ثلاث بطاقات للأولمبيات عن طريق يمنى عياد، أول فتاة مصرية في التاريخ تتأهل عن طريق الملاكمة للأولمبيات. برضو عبد الرحمن ده في تاريخ الرياضة أصلا بالظبط كده. كمان عندنا عبد الرحمن عرابي بطلنا اللي جاب ذهب في بطولة أفريقيا وحجز مقعده. عندنا برضو عمر، برضو في بطل عمر العوضي برضو حقق ميدالية وحجز مقعده في أولمبياد باريس. بشكل عام انا بشوف انه يعني لسه كمان عندنا القائمه طويله، عندنا برضو مروان القماش وعزمي محلبه من الناس اللي حجزوا مقاعدهم في وقت سابق. منتخب التنس طاوله سيدات والرجال الاثنين حجزوا مقاعدهم خلال بطوله افريقيا لان هم جابوا ذهب في بطوله افريقيا فحجزوا مقاعدهم، ف لسه القائمه طويله كمان، احنا منتظرين المزيد. هم لغايه دلوقتي 40 مقعد بين منتخب الاولمبي ومنتخب تعالي لغايه لما نشوف مين اللي هيستجد من الاسماء الجديده الفتره اللي جايه. لكن عفوا، ال 40 اللي تاهلوا دول تاهل لدوره اولمبيه ما بتجيش من فراغ، اكيد في مشوار طويل من الكفاح وتفاصيل كتير. اكتر قصه او اكتر مشوار كان لافت للنظر بالنسبه لك انت شخصيا من ال 40 اللي تاهلوا دول كان مين؟ مين اللي كانت رحلته للوصول صعبه ومليانه عقبات ومعوقات ومع ذلك هو تحداها ووصل؟ يعني بشوف ان هو كل بطل ليه قصه كفاح قويه جدا حتى لو احنا ما نعرفش كل المشاهد بتاعتها. يعني كل بطل من الموجودين في الاولمبياد كل واحد ليه قصه كبيره احنا ما بتتحكيش كلها. لكن انا تحديدا توقفت عند يعني مش عشان خاطر انا بنحاز للبنات بس لا سمح الله لا بس يعني يمكن عشان يمنى عياد تحديدا انا شفت قصتها ان هي كانت اصلا من دمياط مش من القاهره. كمان فكره ان هي بطوله افريقيا اللي فاتت هي واخدها ستيب باي ستيب، يعني هي بطوله افريقيا اللي فاتت خرجت من دور الثمانيه، كل ما بتتقدم اكتر بتحقق يعني بتعلي اكتر في المستوى بتاعها، في تطور في مستواها. حصلت على بطوله الجمهوريه للشابات، المره دي بنشوفها بتتطور اكتر وبتحقق ميداليه في الضيفه بطوله افريقيا في تونس. ف يعني شفت ان هي يعني كمان الابطال اللي هم لما بيكون حد بيحقق انجاز ما حدش بنت حققته قبل كده او ما فيش حد حققه قبل كده، ده بحس ان هو لا محتاج ان احنا نسلط الضوء عليها اكتر شويه. طبعا تبقى كتبت التاريخ كمان يعني بالتاكيد. يعني غير طبعا يعني هنا جوده امبارح انجاز تاريخي، يعني دي قصه لوحدها معجزه. دايما انا بقول ان هي 15 او 16 سنه، بنت عندها 15 او 16 سنه وبتهزم كل البطلات اللي اكبر منها في السن. طبعا مش بقلل ابدا 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 من دينا مشرف او من البطلات اللي هي واجهتهم في مشوارها، كلهم بطلات كبار. هي الاستثنائيه، هي حاله، هي حاله خاصه. بحس ان هي ماشيه في تراك
لوحدها، اسرتها طبعا كل الشكر والتقدير ليها، اللي هي عارفه وقت الدراسه دراسه، وقت للميديا للميديا، وقت للبطولات بطولات، وقت المعسكرات، فعارفه تقفل على البنت كويس قوي. وبالتالي بنشوف النتائج دي اللي هي بتحققها، بنشوف ان هي مع المنتخب بتجيب ذهبيه بطوله افريقيا على المستوى الفردي، بتحقق ذهبيه بطوله افريقيا على المستوى الفردي، وبتكسب بطولات اكبر منها في السن. فانا شايفه ان هي يعني كل واحد ليه قصه، لكن يعني لسه قدامنا المزيد كمان، عشان خاطر هشوف قصص ثانيه كمان اصعب من دول.